الأهلي يدع قدما في دور المجموعات بعد فوزه على سان جورج الإثيوبي بثلاثية رائعة في مباراة الذهاب. كابتن واحدة معلش ما... لا ما... انا مستني مباراة تانية قدم واحدة ما بيقدرش غير لما تلعب قدم واحدة. طب اتفضل يا كابتن شريف. اتفضل كابتن شريف الف مبروك. الله يبارك فيك. حقيقة الأهلي تناول مباراة بحرفية واستحواذ. مبروك أولا، مبروك عليه المباراة الأولى وإن شاء الله المباراة الثانية بعد ما شفنا المستوى بتاع فرقة سان جورج. أكيد اكتسبنا حاجات كتير جدا، وأكيد مستر كولر هيكون ليه تعامل مع المباراة الثانية بارتياحية كبيرة جدا، وفي فرصة كبيرة للعيبة اللي هي أعتقد ما بتشتركش بشكل دائم إن هم هيكون رجليهم في الملعب بإذن الله المباراة الجاية، ودي حاجة من المكاسب بتاعة المباراة النهاردة. انك هتشوف اللعيبه اللي انت نفسك تشوفها، اللعيبه اللي هي راجع من اصابات والكلام ده، فعندهم فرصه كبيره جدا برضو يكون لهم اشتراك. مش بمعنى تفتكر ممكن مستر كولر، مش بمعنى ان احنا بنتكلم على فرقه يعني بعيده خالص. لا هي بعيده خالص. يعني قصدك يعني ان النتيجه صعبه يعني عليهم خلاص، النتيجه صعبه الاهلي حسم الامور بنسبه كبيره جدا. النتيجه صعبه، واكيد هم المره الجايه ما عندهمش حاجه يبكوا عليها. الشكل الدفاعي اللي انت شفته النهارده ده مش هتشوفه، هيفتح خطوطه وهيحاول يروح على الناحيه الثانيه، خاصه ان في اخر الماتش جات له كورتين في المباراه ولا حاجه كده، راح الناحيه الثانيه وشفناه عند منطقه جزاء. بس دي معظمها اخطاء مننا يعني، تمريرات مقطوعه بس انت لو المدرب دلوقتي بتاع سان جورج هتعمل ايه؟ ما عندكش حاجه ثانيه تعملها تبكي عليها، هتعمل وجود بقى، اداء بقى لنفسك انت، تعمل خطوط تطلع لقدام، تعمل اي حاجه تحطيهم بالك. عايز حتى لما يرجع بلده يقول انا حاولت، اتفاجئت بمستوى بطل افريقيا الحقيقي وحاولت وانا بلعب على ارضهم، مع ان ارض الملعب النهارده يا ايمن في مصلحته، ارض بيلعب على ارض كويسه جدا، اعتقد انها مش عنده هناك في ملعبه، يعني اللعيبه هنا بتلعب على ارض سويه جدا، يقدروا ينقلوا فيها كوره، يقدروا يطلعوا امكانياتهم، ولكن الفارق بعيد قوي، الفارق بين الاهلي وبين الفرقه دي كبير قوي. هقول لك الاجمل، الفرق بين الاهلي وبين افريقيا كلها ما يجيش جنبك غير سان داونز في المستوى. انا وانا بلعب مع افريقيا اكسب سان داونز سهل جدا ان انا احتفظ بالبطوله 12 ان شاء الله. انا مش شايف حد قريب من النادي الاهلي، لو تبص كويس قوي كده تبقى انت في ظروف عاديه وانت بتلعب في افريقيا، المستويات بعيده. ما حدش، احنا لما كنا بنلعب زمان كانت نص الفرق اللي بتلعبنا كلها منتخبات، يعني تلاقي كاميرون، تلاقي غانا، تلاقي الفرق دي كلها، كوت ديفوار، يعني لعيبه منهم احترفوا كمان، يعني بيطلعوا بعد ما نلعبهم نلاقي يوسف فوفانا ده بيلعب في فرنسا، جورج وايا، جورج الحسن اللي جه عندنا ده قبل كده، كانت لعيبه عادي بليك، يعني كانت لعيبه بتلعب في افريقيا، لعيبه مصنفه حاجه ثانيه. كنت بتشوف ماتش الاهلي والكاميرون، الاهلي وغانا، الاهلي كوت ديفوار، في ماتشات كبيره جدا زي المنتخبات بالظبط. كانت الكره من ايام السبعينات والثمانينات كانت حاجه ثانيه. دلوقتي انت بتحضيرك وباعدادك والعمل على اسم ناديك الكبير بيخليك في شكل تحضير واعداد دايما لهذا الشكل اللي انت شفته. امكانياتك فرقه كتير قوي عن اي حد تاني، وبقى عندك سكواد كويس جدا. انا مبسوط من التغييرات اللي عملها النهارده لرؤيه اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنها. يعني كريستو النهارده الدنيا كلها عايزه تشوف مين محمد كريستو، ومقدار كريستو ده ياخد مساحه كبيره يلعب. هنتكلم في التغييرات بعد كده. لا مش قصدي يعني النهارده كانت دي الايجابيات، ان انت تتعرف، تدي فرص عن طريق مستوى فرقه سان جورج، وانت اللي خليت الماتش يبتاع. كل هجمه واحنا قاعدين انا وانت بنقول لك لازم يبقى هدف. يعني انت لو بتلعب في هدوء ورؤية وسرعة سنة، لازم كل كرة بتروح الناحية التانية تكون زي الكرة اللي احنا شفناها في العارضة، طن بخ بم بم. الكرة التانية بتاعتك انت اللي عامل الشو، انت اللي عندك كل الامكانيات. حتى الجون التاني اللي جابه حسين الشحات في هدوء تام وبيوقف الكرة وعنده الرؤية، والراجل واقف مرعوب منه، راح مصوب الكرة بس ناحية الزاوية رايحة جون. كل كرة كده نفس الكرة بتاعت عبد القادر، وكل كرة ممكن تبقى كده. فممكن الماتش اللي جاي انا كميه اهداف لو لا الماتش الجاي اللعيبه نفسها هتبقى حاسه بالتقصير اللي هم عملوه النهارده. لكن ازاي احنا كنا بنعمل كده؟ منهم كهربا، يعني لو هيبتدي الماتش الجاي او هيكون ليه وجود اكيد هيبقى حاجه ثانيه خالص.
باذن الله. مبروك النهارده وقبل الماتش الجاي، ومبروك الوصول باذن الله يعني. الله يبارك فيك كابتن.